أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجود كميات كافية من الزيت النباتي في السوق محذرة من ماركة مزورة ومهربة. وأوضحت الوزارة أن الظروف العالمية الراهنة أثرت على أسعار الزيت في العالم، إلا أن هنالك كميات كافية في السوق. منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع صناعة بودرة السلك من الرمال الكوارتزية. وأشار مدير هيئة الاستثمار مديان دياب إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 7 مليارات ليرة، وذلك في المدينة الصناعية بعدرا، متوقعا أن يحقق المشروع 47 فرصة عمل. انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX خلال التداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2.49% مغلقا على 19718 نقطة، وبلغت قيمة التداول 1.8 مليار ليرة بحجم تداول تجاوز 972 ألف سهم، حيث خسرت 8 شركات مقابل ربح 8 أخرى. أكدت نائبة وزير المالية الروسي أنه سيتم الوفاء بشكل كامل بجميع الالتزامات في الميزانية الروسية لهذا العام. وأعربت وزارة المالية الروسية عن أملها في أن يتمكن البنك المركزي الروسي من الوصول مجدداً إلى الاحتياطيات الدولية التي جمدها الغرب بسبب العقوبات من خلال المفاوضات. توقع بنك JP Morgan في مذكرة أن خام برنت قد ينهي هذا العام عند 185 دولارا للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل. واعتبر محللو JP Morgan أن حجم صدمة المعروض كبيرة على المدى القصير، لدرجة أن أسعار النفط بحاجة إلى الوصول إلى 120 دولارا للبرميل والبقاء عليها لعدة أشهر.